عميد. الو اليوم مش نتحدث على تركيبة المحكمة الدستورية، العنوان بتاعي ضرورات ورهانات، لأنه الحقيقة حبيت نقول أنه المداخلتين الزوز اللي باش نتعرض لهم أنا والأستاذة ساسر بن خليفي لا تأتي على كل مشروع يتعلق بالمحكمة الدستورية وكل جوانب متعلقة بالمحكمة الدستورية، فقط اكتفينا ب يعني زوز عناصر اللي نعتبروهم هامين. هذا لا ينفي أن هناك عدة مجالات أخرى نجم نعديها كامل، يعني نتحدث على مسألة متعلقة بالمحكمة الدستورية. ألو في التقدير نحب نذكر بأنه فما مشروع تقدمت به الحكومة يوم 1 جويلية، المشروع هذا تمت مصادفة عليه تحت رقابة السيد وزير العدل، صادق عليه مجلس وزاري وتم إيداعه بمجلس نواب الشعب، هذا يوم 1 جويلية. ولكن قبل بشهر تقريبا مجموعة من النواب تقدموا بمقترح قانون، وكان هذا يوم 2 جوان. يوم 2 جوان يعني في الوقت اللي كانت فيه الحكومة تعد وفي يعني في نهاية اللمسات الأخيرة للمشروع نتاعها، تقدموا النواب مقترح قانون. أنا هوني نحب نذكر بما يقوله الدستور. الدستور يتحدث في الفصل 62 على المبادرة التشريعية، ويتحدث على مقترحات قوانين من 10 نواب أو مشاريع قوانين تكون متأتية من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. والفصل يقول صراحة لمشاريع القوانين أولوية النظر. كي نتحدثوا على أولوية يعني نتحدثوا في حالة كونكورونس أو يعني تنافس بين زوز مشاريع، وإلا ما فماش حتى داعي باش نتحدثوا على أولوية. شنو قالت لجنة التشريع العام وهي يعني طرحت عليها المسألة هذه؟ في البداية كان التوجه إلى مناقشة المقترح، يعني بغض النظر حتى وإن تم التذكير أنه فما مشروع بصدد الأعداد، ولكن لجنة التشريع العام قررت النظر في المقترح في نفس الوقت مع المشروع، وبدأت فعلا حتى قبل ما يجي المشروع بدأت لجنة التشريع العام مناقشة مقترح النواب، وحسمت في 3 فصول على الأقل، وهذا حسب رأيي مخالف للفصل 62 من الدستور. وحتى اليوم الاتفاق أنه يتم النظر يعني بصورة متوازية أظن أنه قابل على الأقل قابل للنقاش من الناحية الدستورية، لأنه يفرغ يعني فكرة الأولوية من محتواها، يعني الأولوية مش اللي يجي قبل هو اللي يتعدى قبل، ليه الأولوية وقت اللي يتحطوا 2 على الطاولة الأولوية يجب أن تذهب لمشروع الحكومة. ألو نذكر أيضا بالأحكام الانتقالية من الدستور فصل 148 اللي يتحدث على أنه تدخل أحكام القسم الثاني المتعلق بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة المحكمة الدستورية، ثم مسألة الأجل يتم في أجل أقصى 6 أشهر من تاريخ الانتخابات إرسال المجلس الأعلى للقضاء، دونك 6 أشهر، وسنة إرسال المحكمة الدستورية، دونك سنة من تاريخ الانتخابات، نعرفش شكون قال قبيلة أكتوبر، في أقصى الحالات، في أحسن الحالات، شكون نوفمبر إذا اعتبرنا تاريخ إعلان عن نتائج الانتخابات، دونك الأجل هوني هام جدا، وكما تلاحظوا هذا مرتبط بالمجلس الأعلى للقضاء. مش باش نركز على أهمية المحكمة الدستورية، كلكم تحدثتوا على هذا قبل حين، ولكن نرجع لفصل 102 من الدستور اللي يتحدث على أن القضاء سلطة مستقلة، يتحدث على عمومية الدستور ويتحدث عن دور القاضي في حماية الحقوق والحريات. تركيبة المحكمة الدستورية عندها دور هام جدا مش ما نقولوش حاسم في بناء، ما عادش نحثوا على شرعية هوني ولا الجانب القانوني، ولكن مشروعية كريديبيليتي. القضاء الدستوري في تونس يعني تاريخيا يعني يشكو من عدة إشكاليات، دونك عندنا صورة للقضاء الدستوري لازمنا نبنيوها اليوم. المسألة ما تتعلقش بالكفاءة فقط، تنرجع على مسألة الكفاءة، لأنه المجلس الدستوري السابق أظن أن أغلب الأعضاء نتاعو كانت عندهم ديما الكفاءة اللازمة. ألو ماذا عن التركيبة المقترحة اليوم؟ أولا باش تعرض شروط العضوية. شروط العضوية الانطلاق نتاعي باش يكون من مشروع القانون، دونك من مشروع الحكومة، ثم باش نرجع في بعض الحالات لمقترح القانون يعني مقترح النواب. فما شروط عامة وشروط متعلقة بالاختصاص. الو الشروط العامة نرجع للدستور،
فاز 118 محكمة دستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة. Alors, هذا شيء يقول دستوري يتحدث كان على الكفاءة في العلاقة بالمحكمة الدستورية. السؤال الذي نطرحه هوني إذا كنا مش نقوله هيئة قضائية والفصل قال صراحة أنها هيئة قضائية يعني أنه أعضاء المحكمة هم قضاة وهم بالتالي خاضعون لشروط الفصل 103 اللي ما يتحدثش على الكفاءة فقط ولكن وهذا هام جدا يتحدث على الكفاءة والحياد والنزاهة. هوني نستغرب سي فرحات قبيلة قال فما فصول رديئة فما فصول رديئة في الدستور يعني كيفاش نحطوا للسلطة القضائية بصورة عامة شروط هذه الثلاثة ونجيب للمحكمة الدستورية اللي هي أعلى محكمة واللي هي أكثر تمثل أكثر ضمان للحقوق والحريات ونحطوا شروط أقل. دونك يجب في نظري سحب الشروط الموجودة في الفصل 103 على القضاء الدستوري. شو يقول مشروع القانون الأساسي؟ دونك يقول مشروع القانون الأساسي دونك يتحدث على الحكومة مقترح قانون يتحدث على النواب. الفصل 6 يذكر كما جاء في الدستور في الواقع 12 عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة. دونك فصل يعني قدم قراءة متكاملة للفصلين 103 و 118 في الدستور وهذا هام جدا. أيضا أعاد ما قاله الدستور هذا شرط وضع الدستور ثلاثة أرباع من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن 20 سنة هذه الشروط جاءت في القانون. مقترح القانون الأساسي الآن الذي يقدم به النواب الفصل 3 من المقترح هذا يقول يشترط في المؤهل للتعيين الكفاءة والخبرة ويضع الشروط تنرجع لها من بعد. دونك فما حتى شرط متعلق بالاستقلالية فما حتى شرط متعلق بالنزاهة وهذا يطرح إشكال يعني هل نريد فعلا محكمة دستورية تختلف جذريا عن المجلس الدستوري أم سنعيد إنتاج نفس الشكل من القضاء الدستوري نركز على الكفاءة والخبرة ولا نعطي أي أهمية للاستقلالية والنزاهة والحياد وهذا ما جاء في مقترح القانون. أيضا بالنسبة للشروط العامة مشروع الحكومة حدد عدة شروط في الفصل 7 مش نحاول نعددها بسرعة ربما بعض تعليقات في بعض الشروط أن يكون حاملا للجنسية التونسية يعني هذه تظهر بديهية يعني أغلب دول العالم قضاة محكمة دستورية إلا بعض بلدان في الواقع المحاكم الدستورية متاحة خلقت في أنكس الأكور انترناسيونال يعني ما فماش استقلالية تامة فماش سيادة بين ظفرين هذه الدول وهي دول عاشت صراعات تم حلها يعني من قبل المؤسسات الدولية وحطوا لهم الدستور وحطوا لهم المحكمة الدستورية وحطوا لهم قضاة في المحكمة الدستورية دونك هذا في نوع من الوصاية دونك طبيعي جدا أن يكون القضاة من المحكمة التونسيون. بالغا من العمر 45 سنة بسن الدنيا أو القصوى وقع نقاش حوله في الواقع المشروع أبقى على سن دنيا دون سن قصوى فقط يعني فرق صغير بين المشروع الحكومة مقترح القانون 40 سنة وهذا في الواقع مرتبط بالتجربة بالسنوات التجربة شنو نطلبوا 20 سنة تجربة ما ينجمش يكون شخص عمره 30 سنة وكذا منطقي. أيضا شرط آخر متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية مشروع الحكومة وهذا أضافه مقارنة بما اقترحته اللجنة الفنية في الواقع أضافه غير متعلقة بشبهة فساد جدية ربما جاء هذا الشرط في إطار حرص الحكومة على نزاهة أعضاء المحكمة وعلى يعني مصداقية الأعضاء سؤال فقط هوني عملي يعني كيف من يحدد شبهة الفساد هل السلطة التي سترشح هل هو إحساس هل هو لست أدري يعني ما فماش عنصر موضوعي ربما خاطر يقول شبهة جدية تقريبا يقول فساد دونك هذا يطرح إشكال وأضفت أن الشرط هذا غير موجود في مقترح القانون. شرط آخر من شروط العامة غير منتمي لأي حزب سياسي منذ ما لا يقل عن 10 سنوات هذا أضفته بالأحمر لأن مشروع الحكومة مشروع اللجنة الفنية لم يحدد عدد السنوات الحكومة رأت أن تحدد 10 سنوات
ننتفقوا اولا في المبدا هل نقبل ان يكون اعضاء المحكمه الدستوريه عندهم انتماء لاحزاب سياسيه في الواقع تم نقاش كبير حول هذه المساله لانه ايضا في عده قوانين مقارنه الشرط ماهوش موجود يعني ما فماش قوانين مقارنه في قانون المحكمه الدستوريه يقول لك لا يجمع يعني اون فوا وقع انتخابه لا يمكن ان يكون في حزب سياسي ولكن فماش هذا الشرط ولكن في الواقع في نظري على الاقل وبرشا ربما زملائي يشاطروني الراي انه في تونس باعتباره اننا بصدد بناء يعني قضاء دستوري في وضع عام يتسم بعدم ثقة في السياسيين أن نختار القضاة اللي باش يكونوا غدوة في المحكمة الدستورية من الأحزاب السياسية أظن أن هذا سيطرح إشكال يعني مسألة تتعلق بمصداقية المحكمة خاصة وأنه تو سلسلية تحدثنا فما جانب كبير من اختصاص المحكمة متعلق بالدفع باستثناء الدستورية يعني أن المواطن لازم يكون عنده ثقة في المحكمة أنا رأيي اليوم إذا كان مش يكون قضاة محكمة دستورية جايين من أحزاب حتى كان مش يستقلوا يعني اللي من بعد مش ما عادش يكونوا في الأحزاب منذ البداية ما عندناش باش يكون عندنا ثقة في القضاة هذوما بون 10 سنوات قبل النقاش ربما سيد وزير العدل يفسرنا علاش 10 سنوات علاش مش 12 علاش مش 8 كيف تم تحديد هذا الشرط وعلى أي أساس الو نرجع مره اخرى لمقترح القانون في الواقع مقترح القانون ما فما حتى اشاره وحتى منع في علاقه بالاحزاب السياسيه وهذا يؤكد الانطباع اللي عندي ونشوفوه ديما انه التوجه في مقترح قانون النواب هو نحو محكمه مسيسه خاضعه لمحاصصه حزبيه كما شفنا في مؤسسات اخرى وهذا خطير جدا لاننا سننسف منذ البدايه لما تكون عندنا المحكمه ما عندناش فيها ثقه ما عادش نزيدوا نتحدثوا على قضاء دستوري شرط أخير أو قبل الأخير أظن من في مشروع الحكومة من غير المنتمين للمجلس الدستوري يقول المشروع والأحمد ديما أضافوا مقارنة باقتراح اللجنة الفنية اللجنة الفنية قالت المجلس الدستوري المنحل بمقتضى المرسوم كبير المرسوم يعني 23 مارس 2011 ايضا دونك هذا شرط يتعلق بالتركيبه الاخيره للمجلس الدستوري ربما وهوني زاده جو بانس لو كونترول دو سي محمد صالح يقول لنا من بعد هل كان على الحكومه ان تختار بين التخلي تماما عن جميع المختصين في القانون وهم مختصون شئنا ام ابينا وشاركوا في فتره حكم بن علي مع العلم وأن الفترات هذه كانت مختلفة سياسيا يعني اللي كان في المجلس الدستوري في عام 89 ولا 90 وعام 2010 فما فرق على المستوى السياسي مقترح القانون كيف كيف يقول أن لا يكون من أعضاء المجلس الدستوري دون تحديد يعني المجلس الدستوري اللي قائم المجلس الدستوري الكل يعني منذ خلق إلى 2011 أم لا شرط الأخير مشروع الحكومة من غير المنتمين لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة مشروع دستورية القوانين شرط موضوعي أولا لأنه القانون المحكمة الهيئة الوقتية نفسه ينص على هذا ثم لا ننسى أن مشروع القانون هذا سيقع طرحه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية بتاعه دونك مش معقول أن الهيئة بتكون جوجي بارتي ستراقب دستورية المشروع اللي يمشي ينظم ربما الاشخاص يراوا رواحهم هما مستقبلا في هذه المحكمه. الان تعالوا للنقطه الثانيه الشروط المتعلقه بالاختصاص. للاسف السلطه التاسيسيه اصرت على ادراج غير مختصين في القانون في تركيبه المحكمه الدستوريه والحال في نظري على الاقل انه حتى وان كان مثلا النظام الفرنسي ياخذوا غير المختصين بالقانون في نظري العمل في المحكمة الدستورية يقتضي حد أدنى من المعرفة بالقانون من تكوين القانون نشوف القانون مقارن أغلبية الدول يعني تأخذ مختصين في القانون كل سؤال شابو اللي عندهم دي جوج دي زونيفرسيتير دي افوكا ولكن مختصين في القانون على كل حال هذا ما أتى به الدستور وعلى المشرع وضع آليات لرمان هذه الشروط
الدستور حط شروط تتعلق بالأعضاء ذوي الاختصاص القانوني المختصين في القانون. يقول الدستور خبرة لا تقل عن 20 سنة ولكن سكت عن البقية. دونك شنو هي الشروط متعلقة بالبقية؟ نتحدث ساعة على شروط متعلقة بالمختصين في القانون. الوغ قالت الحكومة أو مشروع الحكومة يعني كيقول المختصين في القانون لابد من تحديد من وضع شروط واضحة للمختصين في القانون. في الواقع حدد مختصين واعتمدت على عدة معايير. أولا بالنسبة للجامعيين الحكومة وهذه أيضا إضافة مقارنة بال لما اقترحته اللجنة الفنية لأنها لم تضع هذه الشروط. بالنسبة للجامعيين الرتبة شرط يتعلق بالرتبة نجم نقوله اللي ترجم إلى حد ما الكفاءة أو دونك رتبة أستاذ تعليم عالي. هذا بالنسبة للجامعيين. بالنسبة للقضاة أعلى رتبة بالنسبة للقضاة. وبالنسبة للمحامين محامي لداء التعقيب وهي طريقة لي يعني حصر يعني حصر الترشحات أو التعيينات في 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 نخبة معينة. السؤال بتاعي أنا في الواقع باقي في المختصين في القانون. هناك مختصون في القانون ليسوا قضاة ليسوا جامعيون ليسوا شنو الصنف الثاني اللي قال محامون. دونك هذا يعني هناك اشكال خاصة مش قال المشروع بالنسبة اللي مختص في القانون قالوا ماهوش في الأصناف هذه الثلاثة اللي سميناهم يلزم تكون عنده أعمال علمية منشورة بدوريات ومجلات قانونية محاكمة بالنسبة لبقية المختصين في القانون إلى غير ذلك. أنا في نظري هذا الشرط صعب التحقق يعني أنه يكون إنسان ماهوش جامعي ماهوش قاضي ماهوش محامي يخدم مثلا في إدارة عنده 30 سنة وهو مختص في القانون صعيب الحقيقة باش تكون عنده يعني المنشورات في مجلات علمية. إذا نعرفوا احنا فما شكون مختص في القانون وفما جامعيين حتى ما عندهمش منشورات في مجلات جدية. دونك الشرط هذايا الحقيقة في نظري يبدو لي إقصائي يعني كأنه حاتيناه باش ما نقصيوش ولكن في الواقع بنقصيو. فوالا. ألوغ بالنسبة لسنوات الخبرة المختص في القانون خبرة لا تقل عن 20 سنة و سامحوني هذا مقترح القانون دونك يقدموا به النواب. شنو الشروط اللي حطوها النواب؟ المختص في القانون خبرة لا تقل عن 20 سنة هذا اللي جاب به الدستور في الواقع. ولكن وتنظر مدة العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي بضعفيها ومدة العضوية بمجلس النواب الشعب بضعفها. والله ما لقيتش تعليق الحقيقة. أغزمة ربما لحفظ ماء الوجه اللجنة لجنة التشريع العام ناقشت الشرط هدية وتراجع تعليق. دونك جو بونس يعني ما يستحقش تعليق في الواقع ولكن الصدمة كانت عنيفة في القراءة الأولى لهذا لهذا المقترح. نحاول الآن شروط متعلقة بغير المختصين في القانون. دونك هذا كل بالنسبة للمختصين في القانون. غير المختصين في القانون اللي السلطة التأسيسية أصرت على وضعهم واللي ما نعرفوهمش شكونهم في الواقع ومنين باش يجيو وشنو مؤهلاتهم. دونك الفصل 9 من الهيئة الفنية قدمت مقترح هو أن يكون تعيين بقية الأعضاء من غير المختصين حاملين شهادة دكتوراه. قلنا دكتوراه بون سي سيليكتيف في المجالات نتاعهم ينجم يكون انجينيور ميدسان شنو مع اقتراح صاحب الشرط 20 سنة تجربة على الجميع. يعني هو الدستور يقول 20 سنة كان للمختصين في القانون. دونك في الواقع إذا كان حاطين 20 سنة للمختصين في القانون لافورسيوغي اللي مش مختص في القانون يعني يجب أن ننتظر منه نفس المدة. ولكن في الواقع تلاحظوا فما ملاذ في مش مختصين في القانون ماهوش كوربوراتيزم ولكن هي محكمة دستورية يعني ماناش فاهمين منين باش يجيو مش مختصين في القانون. المشروع الحكومة يتحدث يقول شروط أن يكون حاملا على الأقل شهادة دكتوراه أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال اختصاصه. ومقترح القانون لم يضع إلا شرط 15 سنة خبرة ما حتى شروط أخرى متعلقة بالمستوى التعليمي أو العلمي. في كل الحالات في نظري مسألة غير المختصين في القانون أظن وضعها المجلس التأسيسي
وهي تؤدي إلى تضعف المحكمة ويعني ربما إدخال يعني عناصر لا علاقة لهم بالقضاء الدستوري. Alors, بعد القسم الثاني هو بسرعة لأن القسم هذا في الواقع هو يتعلق بالتعيين في برشا جوانب إجرائية مش باش نكثر عليكم بالديتاي تكنيك ولكن أولا مشروع الحكومة يتحدث على هو الدستور يتحدث على التعيين ما يتحدث على الانتخاب والتعيين ما يطرحش مشاكل كيف السلطة التعيين هي سلطة فردية وقتاش تولي فما مشاكل وقت اللي عندنا مؤسسة جماعية يعني المجلس النواب الشعب ولا المجلس الأعلى للقضاء هوني نقولوا تعيين يعني بشكل إشكال دونك يقول الفصل 8 يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس النواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية وفقا للشروط اللي كنا نحكوا عليهم دونك الفصل يتحدث على تعيين ولكن هو دو ليدي فورسيمون كيفاش نمشيو لمجلس النواب إلا إذا قلنا مثلا رئيس مجلس النواب الشعب يعين ولكن الدستور يقول المجلس ما قالش رئيس المجلس دونك هذا علاش أظن يلزم نتعداو اللي طريقة بشكل أو بآخر الانتخابات. دونك فما تعيين من قبل مجلس النواب الشعب وتعيين من قبل مجلس الأعلى للقضاء. بالنسبة للتعيين المجلس في مجلس نواب الشعب هوني فما فرق صغير بين ما اقترحته اللجنة الفنية كمشروع بين ما أقرته الحكومة وبين المقترح القانون. اللجنة الفنية بعجالة بعد يعني نقاش كبير حول المسألة قلنا أن الترشحات أمام مجلس نواب الشعب تكون حرة والمجلس الجلسة العامة تنتخب يعني عن طريق الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء أغلبية ثلثين الترشح حر يعني ما فماش سيليكسيون معناها بري سيليكسيون في أمام ليجين ولا أمام أي هيكل آخر الحكومة قدمت مشروع مختلف إلى حد ما وقالت أنه مجلس نواب الشعب ما تحدثش على رئيس الجمهورية راه خاطر تعيين دونك ما يطرحش إشكال دونك الحكومة قالت يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء كيفاش يتم تعيينهم كل كتلة نيابية داخل المجلس أو سبعة نواب ما همش منتمين الكتلة النيابية يرشحوا أربعة أسماء بالطبيعة في الأربع أسماء هذوما زلنا نحترموا ثلاثة مختصين في القانون واحد غير مختص في القانون ثم ينتخب مجلس النواب الشعب فيما بعد أغلبية الثلثين إلى غير ذلك دونك هوني الترشيح ما هوش ما عادش فما ترشح حر الترشيح من يأتي من الكتل النواب عندي ملاحظتين هوني أولا أن نلجأ إلى الكتل النيابية قد يكون هذا أسهل يعني شغل بلون خدماتيك أسهل ربما في إيجاد الأعضاء ولكن هذا سيؤدي بدون أي معناها inevitablement لتسييس تركيبة المحكمة ولإعطائها صبغة محاصصة حزبية وربما ستحرم بعض المترشحين اللي ما يقعش الاعتراف بهم في كتلة عمر أو زيد إلى غير ذلك من التواجد في المحكمة ثم ملاحظة ثانية هوني مقارنة بما اقترحته اللجنة الفنية وهوني سبيل تتذكر في النقاش نتاعنا في الواقع تم اقتراح انه يعني عندما يكون هناك انتخاب ناخذ بعين الاعتبار التناصف لست ادري سي محمد صالح لماذا تم التخلي عن التناصف في مشروع الحكومة والحال ان الدستور يقول تعمل الدولة عليه دونك كانت هذه فرصة أخرى لنذكر بالتناصف ولكن للأسف تم التخلي عن هذا. مقترح القانون تقريبا نفس الشيء فقط الفرق في الأغلبية. مقترح القانون يقول تتولى كل كتلة ترشيح أربعة أسماء نفس الشرط وتعرض الأسماء المترشحة على الجلسة العامة. هوني الفرق بين مشروع الحكومة ومقترح النواب هي الأغلبية. هوني الأغلبية أقل في الواقع هي أغلبية ثلاثة أخماس. بالنسبة لمجلس الأعلى للقضاء وأنهي بهذا مقترح اللجنة الفنية الترشحات تتم أمام الجلسة العامة وهي أيضا حرة كما قلنا في الواقع في مجلس نواب الشعب ثم تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بأغلبية ثلثين الأعضاء
مشروع الحكومة يتحدث عن فتح الترشحات دونك ما فهمتش مني هل ستبقى حرة أم لا ولكن تفتح الترشحات بقرار من رئيس مجلس الأعلى للقضاء وتقدم الترشحات إلى رئيس المجلس ثم يقع الانتخاب من طرف الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الجلسة العامة دونك مش ما فماش إدراج للمجالس القضائية الثلاثة بأغلبية ثلثي أعضاء الفرق مع مقترح القانون مقترح دونك النواب هوني يعني مش نقرا لكم الفصل الكل ولكن بالنسبه للنواب المقترح النواب يعملوا كيما لي بريمير يعني المجالس القضائيه الثلاثه كل مجلس قضائي يرشح يعني المرشحين نتاعو تتم انتخابات داخل كل مجلس قضائي وبعد كل مجلس قضائي يخرج اربعه وكل اربعه واربعه واربعه هما ثلاثه 12 يتم انتخابهم امام الجلسه العامه هوني الاغلبيه ماهيش معزه دونك من يقول لك المتحصل على اكثر عدد من الاصوات وهذا في نظري سيكون معقد جدا يعني عملية هذه ستكون معقده جدا واحنا نعرف انه المجلس الاعلى للقضاء الى الان لم يتم تركيبه لي زونجو سون تري امبورطون ونتصور انه يعني اختيار اعضاء المحكمه الدستوريه من قبل المجلس الاعلى للقضاء سيكون معقد الى حد ما دونك اختم بعجاله نذكر انه هناك عده مشاريع اليوم مطروحه امام المجلس ولكن حسب نظري واللي سمعناه لحد الان المجلس ماهوش حريص يعني ماهيش اورجونس المحكمه الدستوريه بالنسبه للمجلس ربما هذا قلت متعلق بانه المجلس مازال يفكر في المجلس الاعلى للقضاء لانه هو شرط اولي من نجم نمشيو المحكمه الدستوريه الا لما نركز المجلس الاعلى للقضاء في نظري يجب اعتبار على اقصى تقدير نوفمبر 2015 تاريخ يفرضه الدستور وهو ليس أجل استنهاضي وأتمنى أن يقع احترام الأجل الدستورية حتى وإن كان في هذا يعني لأنه إذا ما احترمناش الأجل هذا سيكون هناك خرق حتى وإن لم يكن هو خرق جوهري للدستور هو خرق شكلي للدستور وسيبسط وسيبناليزي toutes les autres violations de la Constitution. Voilà, je vous remercie.